الجمهور اش كيدير؟ راه كيخرج كيكرفس كيكرفس، ما كاين حتى شي حاجه. الجمهور لا علاقه لا بفرجه ولا برياضه ولا والو. انا كون يسمع مني الداخليه يسمعوا مني يحيدوها نهائيا، التيران يحيدوه، واللي حصل يودي. وشكون اللي يودي؟ يودي والدين والدين اللي مسؤولين عليه. واش الدري باقي ما عندوش 14 وغادي يتفرج في التيران؟ ما عرف عادي مع من غادي؟ ايه هم اللي يخرج يبدا يكرفس على السيارات ديال الناس. اش خاسر في هذيك الطوموبيل؟ خاسر فيها البارابريز، خاسر فيها الروايده، اش خاسر؟ يفرشخوا عليه ويزيدوا. ما دام في قانون غاب ولينا في غابه، ماشي في غابه. الجامعه اللي عليا انا الجامعه تحمل المسؤوليه ديال الجمهور ديالها، الرجاء ولا الوداد. الوداديين الا داروا شي، الجمهور ديال الوداد الا دار شي شغب ولا الرجاء يخلصوه. المسؤولين على الرجاء ولا على الولد على الوداد اللي يخلصوها على دوك المشاغبين اللي هرسوا داك الشبرابريزا خطيه، تخلصها الجامعه. اش كيقولوا لها كاع؟ قزع قزع اللي مكلفين بالفريق هما اللي يتحملوا المسؤوليه. ذاك المدخول ديال اللي دخلوه في التيران ديال الجمهور مشاغب يخلصوا منه الخطيه ديال دوك الناس، هما اللي تحملوا. بالنسبه حنا ولفنا هاد العقوبات في البطوله، كيتعاقب فريق الرجاء، فرق اخرى كاع ما كتعاقب. شحال من حاجه كيقولوا للرجاء، الجمهور ديال الرجاء كيقتحم ملاعب، شحال من في الماتشات ديال الوداد نيت اقتحموا الملعب، شحال من حاجه ما كيتعاقبوش. خلاها فاخر اللي عنده مو في الكوزينه كيما كيباتش بالعشاء. فريق الرجاء ما حد باقي هذا النظام في البطوله والعصبه. الناصر هو الرئيس ديال العصبه، راه تخلويت في هذه البطوله باقي ديما. حنا البطوله بالنسبه لنا ما بقاش شي حاجه اللي كنعتزوا بها. يعني احنا اللي فكرنا في الرجاء كنفكروا في العصبه، في منافسات خارجيه، اما بطوله سيرتو بطوله من غير الكاس العرش، بطوله فيها تخلويات كلها تخلويات. دابا ملي كيكون شوف، اول حاجه خاصنا ندويو على ازدواجيه المهام. ما يمكنش يكون رئيس ديال فريق وهو نفسه رئيس ديال العصبه، هذه راه ايلوجيك، ما كاينش في البلاد. هذه اول حاجه خاصنا ندويو عليها. فين ما كاينش في الكره في المغرب ما كايناش، وراه هادشي باين كينعكس على المنتخب، كينعكس على شحال من حاجه. باقي بعاد بزاف، باقي متاخرين. هاد العقوبه هي اش غادي نقول لك، هي بالنسبه لهاد العقوبه اللي عطاو للفريق الرجاء هي شويه قاسيه، ولكن اللي المشكل اللي عندنا ورئيسي هما القاصرين. القاصرين هما اللي كانوا سبب الجيش الملكي توقفهم، القاصرين هما اللي كانوا سبب الرجاء توقفوا لهم عاوتاني الماتشات بلا جمهور. فإما كتلقى شي فرقه في المغرب عطاوها عقوبه سبابها هما القاصرين. القاصرين ما خصهمش يبقاو يدخلوا للتيران. اللعبه تعملات نهار الاول باش الانسان كيخدم السيمانه كامله كيمشي هو ووليداته يتفرج في واحد الماتش، الغد ليه الحد كيمشي للحمام، نهار الاثنين كيمشي للعمل ديالو. ماشي ولات الكره ندخلوا القاصرين وكل من هب ودب، واللي بعقله واللي ماشي بعقله، واللي مسطي واللي احمق. هادشي راه ولات الفوضى، ما بقاتش الرياضه. شوفوا الناس في انجلترا، شوفوا الناس في المان، وكيدخلوا بالكرافاطات ويدخلوا بالبريستيج ويدخلوا، وحنا باقيين ديما الهمجيه وهالالاي وهولا. مالنا على هذه الحاله؟ إذا كانت الرياضة بحال ما هكا خويا بالناقص، شوفوا الناس في أوروبا كيفاش كتفرج. والتيران عباد الله فيه 120,000 وكل شيء منظم وكل شيء زوين وكل شيء نقي وكل شيء شاد بلاصتو. حنا هاكي تربيت على فرقة خسرات فرقة، حقا الأربيط فرقوا، الأربيط فرقوا، ريبوا الحيوطات، هرسوا الكراسة. وراه الشيء راه عيب، الشيء راه كيشوهنا في العالم، قدام العالم كيشوهنا. احنا عندنا جمهور مزيان، عندهم شعارات، عندهم هادي كيبانوا حتى كنزوقوهم في التلفازه. وشوفوا الواقع، شوفوا بعد جرى نهار الماتش ديال الاهلي والوداد، شوفوا البوليس شحال كلا ديال العصا قبل ما يبدا الماتش، ولا ما شفتوش الفيديوهات. هادشي راه خاصو يتقننا الشرفه.
وخاص حتى الجمهور حتى هو يكونوا جمعيات والطرات كي ينظموا هذاك الجمهور، ماشي يخلوا الجمهور فوضوي ويخلوه شي هاز السيف شي هاز حجره شي هاز قرعه ديال، لا يكون جمهور حضاري كيمثلوا المغرب كما الفرقه كتمثل البلاد، حتى الجمهور خصو يمثل البلاد. الصراحه بالنسبه للماتشات اللي غايلعبوش فيهم الرجاء في العصبه ولا في البطوله، هذه حاجه باينه انه الشغب اللي كيديروا الجمهور او الشغب اللي كيديروا سميتو او اللي كيدير الشغب اللي كيديروا الوداد. الصراحه احنا علاش منعوناش ماتشات وما منعوهمش على الجيش الملكي لانه دار الشغب كثر في مباراه واحد الماتش اما على ضد ماس الماتش ضد من داروا الشغب بزاف في اما ولا في الفينال ديال كاس العرش كان شغب بزاف وما منعوهمش على الماتشات، وحنا منعوناهم في جوج ماتشات في العصبه لا جوج ماتشات لا في الوداد ولا في الرجاء ما غادي يدخلش فيهم الجمهور. الصراحه كنتمنى لفريق الرجاء البيضاوي التوفيق ان شاء الله، لانه نتمنى هذا الرئيس يكون في الوعي ديالو لانه راه حد الان ما كاين لا لعابه لا حتى حاجه صراحه. حد الان اللي كنشوفوا في اللعاب لانهم قليل كاين واحد النسبه قليله اللي كتلعب مزيان، كتشوف لاعب كبير باقي الحمد لله باقي كيعطيك من اللاعب متولي. صراحه انا كرجاوي كنقول لك ان شاء الله التوفيق لفريق الرجاء.